يا جماعة الخير، الشرطي هون دخل على إجراء ورافض إنه يشلح بوته، وبيبلغ إنه هون مش مسجد وهون مش المفروض يشلح من إجره بالمرة. بعد ما طلبنا منه أكثر من مرة إنه يشلح بوته رافض. شايفين المسجد كيف دخل على السجاد من الباب هذا مباشرة له واقف ببوته. أصلاً ما بغيتش أن يبين؟ لا، شو مدى بابيتك؟ ما قلت لخبك كودم ديبارتي بعربيتك شو؟ كين؟ سلام كوفي. ماني مسألة؟ أنا يودي؟ إيه خسارة شو؟ ما طالع ما تعسّي زي لطوف. ما تعسّي زي لطوف. لما لطوف؟ لطوف. لازمني. تقول يعني ليه؟ أنا رح تسأل تسمع كيف؟ رح تقول بس. أنت يأخذ الاستكير من غديلة. مع شعر أنت يأخذ الاستكير. لطوف. ما زي؟ أنا رح أسأل ما شاء الله. أنت يأخذ ما بس الاستكير لو بيكا. أنا نصف شو بقول. طلع يا جماعة الخير، هيا شرطة إسرائيل بتقول لك باحترام الأديان. طلع كيف بدخل على بوته عماله، بدخل وعماله بتعنطر وبتحدى عماله، كل المسلمين بتحدى عماله بدخوله للمسجد في بوته وبأسلوبه السيء جدا. تفضل يا عالم، تعال تفرج شو بيصير باب الرحمة، تعال تفرج شو بيصير بالمسجد الأقصى. هاي هي الشرطة، هذه هي الشرطة، وهذا اللي بتسويه عماله. سجاد ولا سجادة إلا دعس عليها وعماله بتعس سجادة سجادة وبتحدى وبتحدى عماله. أه؟ ولا إشي تمش ولا إشي ولا إشي تقيمله. لا ما تقوم ولا إشي تقيمله على نفسك. أخريشي يتسين أحسن لك أيوه. أخريشي يتسين. أنت تسين شو مضبط. أخريش عبرت كل عمل كل شو عبرت؟ أشتاكي. يا طبعا وصول مجموعة من الشرطة على أساس إنه يعني الوضع حاجة. شايفين هذا هو الشرطة الضابط اللي بيستفز كل مشاعر المسلمين، هو واربع خمسه شرطه معه دخولهم على المسجد بحذيتهم. هذا هي الشرطه، هذا اللي بيسووه.